السلام عليكم أساتذة، كيف الحال؟ كل شيء مزيان؟ بخير الحمد لله. داير مع الجو الحمد لله. في هذا الفيديو هذه بغيت أن نشارك معكم لومبلوا دو طون ديال أسبوع الدعم. ملي كيقول لك المفتي خصك في أسبوع الدعم، خصك أنت اللي خصك تصرف، ما خصكش تخدم داك لومبلوا العادي. إذا بغيت نشارك معكم واحد النموذج، واخا الوقت ديال الدعم داز، المهم باش غير باش تستعملو في الحصص ديال الدعم الجاية. إذا كيما كتشوفو، إذا عندي 6 الأيام ديال بالنسبة ليا أنا، بديت من الأربعاء، خميس الجمعة السبت اثنين والثلاثاء عاد ساليت الدعم. إذا في نهار اثنين حاولت أنني مثلا في الرياضيات درت 5 الحصص، درتها في الأربعاء خميس الجمعة السبت واثنين. كيقول لك بالنسبة للرياضيات في أسبوع الدعم، دائما الحصة الأولى كتكون ديال التقويم، يعني تقدر مثلا تستعمل الكراسة، دوك التمارين اللي كاينين في الكراسة، وأنك دير التمارين ديالك انت. المهم هنا هو أنك خصك تقوم التلامذ. نعم، يعني الحصة كاملة الأولانية كتكون ديال التقويم، خاص دير فيها الأنشطة باش تحاول تفيق التلامذ. هاد الحصة الثانية عندك دعم وتثبيت. بالنسبة للحصة الثانية والثالثة كتكون دعم وتثبيت بجوج، يعني انطلاقا من التقويم اللي درتي كدير الدعم. هاد الحصة الثالثة الرابعة عفوا كيكون تقويم أثر الدعم، يعني كتعاود كدير واحد التقويم ديال الأثر ديال الدعم. نعم، انطلاقا من الدعم خصك دير تقويم. هاد الحصة الخامسة وهي كتكون ديال المعالجة المركزة، يعني كتركز على دوك لي لاكون لي لقيتي كيتعاودو بزاف. نعم، هادشي بالنسبة للرياضيات. بالنسبة نعاود النهار الأول درت رياضيات والليكتور. الليكتور دائما كندير لا كونسوليزاسيون، عندي نهار الأربعاء الخميس الجمعة السبت والثلاث. نعم، كنعاود داكشي اللي كندير من الأول، من الأول ديال العام، يعني كندير لي سيل، كنبدا بلي ليتر. نعم، كان في التلاميذ اللي ما عارفينش لي ليتر، اللي مازال عندهم مشكل في لي ليتر، و لي سيلاب لي مو عاد لي بتيت فاز. نعم، كان غير شويه بشويه، يعني الحصه الاولى خصك تخصصها مثلا غير لي ليتر. ليكتور مثلا تقدر تدخل فيها ليكريتور بالنسبه للحصه الاولى. عاد الحصه الثانيه مثلا لي سيلاب، الحصه الثالثه البتيت فاز، تقدر مكاع في ليكتور تدخل مثلا تديكتي، باش يكتبوا لك مثلا شي كلمات ديجا درناهم. وعاد بالنسبه للنشاط العلمي، درتها في النشاط العلمي لو فوندوندي، يعني الحصه الثالثه. دائما الحصه الاولى ديال النشاط العلمي في التقويم كتكون تقويم الوحده، يعني كدير دوك الانشطه اللي عندك في الكتاب. عاد الحصه الثانيه كتكون ديال الدعم، او ثاني الانشطه كاينين في الكتاب احسن. نعم، بالنسبه للغه كنعاود داكشي اللي درت في لينيتي كامله، دوك لي ديالو كيحفظوهم، يعني كينوضو السبورة. هادو كنزيد مثلا، هادو ماشي ضروري، عندي الديكتي وعندي لي زيكزيرسيس اكري، وعندي في لا ديغنيغ سيونس ديال بروجي دو كلاس هي ديال لا بريزونطاسيون. يعني غالبا كدير يا اما جوج مكونات يا اما ثلاثة المكونات، وهذا كيبقى غير مثال. نعم، اذا نتمنى ان لا فيديو تعجبكم، وحتى لا فيديو اخرى ان شاء الله. واللي مازال ما تابونا يتابونا عندي فلاشين، ومرحبا بكم عندي. يلا، تحياتي.